السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الوصفة دي يا جماعة احنا عملنا وصفة قريب شكلها بنت عمها مش هي، يعني دي فيها حاجات زيادة، دي حطينا يعني زي هي وصفة الكنافة بالظبط متصورة، وانا هحط لكم تحت الفيديو، بس زودنا عليها التوينكس ده حاجة زي الكيكة كده، حطيناها ايه طبقة تحت كده، شوفوا اهي. انا عارفها يعني، انا عارف الوصفة زي الوصفة اللي احنا صورناها قبل كده بالظبط، وكان فيها كنافة ومانجا، كنافه ومانجا، دي زودنا عليها التويكس ده، هيعمل ميكس كده يعني، هيغير النعمه توينكس. توينكس ما غلطناش، اه توينكس يا جماعه عشان سؤال ما زعل، توينكس اهو. بصوا عشان تغير طعم البق شويه مع الكنافه ومع المانجا، والمانجا محطوط عليها حليب، المانجا محطوط عليها حليب. هاكل ازاي؟ هاكل كده ولا اغرف ولا اعمل ايه يا جماعه؟ بسم اللهم صل على النبي، ده طريه يا ولا ترقبوا ترقبوا لا ترقبوا بسم الله ما هو أكبر. مفيش مقاومة، شوفوا يا جماعة التوينكس اهو، اهوت ودي الكنافة ودي المانجا اللي بالحليب اهو، وانت اهو كده يا جماعة اهو، باقي وقتها خالص اهي خلاص، ونشتغل كده بقى ونسمي الله. بس لازم تسقع كويس، ولازم تاكلها بالطريقه اللي انا باكلها بقى دي، ما تاكلهاش بالمعلقه ولا بشوك. جميله جميله بجد. عبي اهو، شايفين المنظر يا جماعه؟ اهو شوفوا هنا واضحه اكتر بقى، اوضحها لكم اكتر هنا. لا حول الله يا رب، شوفوا شوفوا يا جماعه حاجه ايه، لغواصه يا جماعه لغواصه، اللهم صل على النبي اهو. هات التانية، هات التانية والواد ده، شايفين يا جماعه حاجه عظيمه اهو، حلو قوي يا جماعه، حلو قوي يا جماعه، قوي قوي حلو قوي قوي قوي. يلا انا بصراحه جميلة، ده سيمفونية. سيمفونية. حلوة أوي يا جماعة. حلوة بجد، بس هي إيه؟ لازم تسقع أوي يا جماعة. أنا كده وصلت لكم فكرة الفيديو وطريقة العمايل. نفس الفيديو اللي فات اللي هو بتاع الكنافة. أشوفكم بخير في فيديو جديد، شكراً.